أصدقائي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المرة السابقة؟ كان رسامي يسمى أندي وارهول. هل رسمتم جيداً أشياء مما يمكن أن تروها حولكم بسهولة؟ نعم، اليوم سأقدم لكم رساماً جديداً، وهو رسام يدعى باول كيلي. أتطلع إلى معرفة طريقة عمله للوحاته. إذن هل نسافر إلى لوحات باول كيلي الآن مباشرة؟ كان باول كيلي يحب الرسم لدرجة أنه لم يستطع أن يتخيل يوما واحدا بلا رسم. تم رسم هذه اللوحة بتكرار الشكل البسيط، فتبدو أنها أنيقة ومرتبة جداً. يبدو كأنه هناك أحرف مكتوبة بين الألوان، أو يبدو كأنه شفرة ما. يا ترى ماذا رسم؟ هذه اللوحة تعبر عن الليل بألوانه الزرقاء. ويا ترى ما معنى الخطوط البرتقالية؟ إنها مختلفة عن منظر سماء الليل التي رسمه كوخ. وأنتم أيضاً ارسموا ألوان الليل الزرقاء خاصة بكم. اسم هذه اللوحة هو ماكينة مغردة. يا ترى ماذا رسم؟ وجهه وجه عصفور، وجسمه على هيئة ماكينة. ماذا يفعل العصفور؟ تخيلوا هذا. بالنسبة لهذه اللوحة، قد رسمها بعد رجوعه من السفر إلى الدولة الإفريقية تونس، وقال إنه أدرك ما هي الألوان الحقيقية هناك. قد استخدم الكثير من الألوان المتعددة بالرسم لدرجة أننا نادراً ما نجد لوناً متكرراً. اليوم سنرسم هذه اللوحة معاً. سيكون ممتعاً جداً، أليس كذلك؟ هيا نبدأ. اليوم سنستخدم ورق الصحف مثل هذه، ولكن إذا ليس لديكم منها فلا مشكلة في أن تستخدموا ورقاً عادياً. أولاً لونوا ورق الصحف بالألوان التي تريدونها. مهما يكون الشكل، ليس هناك أي مشكلة. بعد التلوين بشكل كامل هكذا، الآن سوف نقصها بالمقص، ويمكنكم قصها بأي شكل تحبونه. والآن نقص الورق بحرية.
من الأفضل أن نقصها بأحجام متعددة كبيرة وصغيرة. إذا انتهيتم من القص، ضعوها داخل هذه الورقة بأنفسكم بحرية. يمكننا أن نجرب تغيير الأشكال حين نضعها. وإذا انتهيتم وضعها بحرية، الآن هيا نقوم بإلصاقها في الورقة. لا مشكلة أن نضعها فوق بعض هكذا، هيا انطلقوا بحرية. Thank you.
الشاشة لوقت قصير، ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. قد وضعتها هكذا. يمكنكم تلوين الخلفية كآخر مرحلة، أو يمكنكم تركها دون تلوين. والذي يريد التلوين من أصدقائي يمكن أن يلون حتى الخلفية هكذا. نعم، قد اكتمل كل شيء. كيف عملتم أنتم؟ نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ ربما تدور في مخيلتكم أفكار مختلفة بينما ترون اللوحات، فحاولوا أن تتصوروا بحرية بهذه الطريقة أو تلك من بين تلك الأفكار. ليس مشكلة أبداً أن تكون الأشكال غريبة أو ليست جميلة، ارسموا بأنفسكم بشجاعة بينما تتخيلون أنكم أصبحتم رسامين رائعين. إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة. مع السلامة.